Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صلوا على النبي محمد صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة سلام الله على طه رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله توسلنا بباسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا بباسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه
رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبنا العفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم منهم بأهل البدر يا الله ومن هم ومنهم بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على النبي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته